هم حماة الأرض والعرض، هم فخر مصر، أبطالها، رجالها، أملها الباقي جيلا بعد جيل. نظروا أنفسهم آملين النصر، راغبين الشهادة، أقسموا يمين الولاء بأن تظل راية مصر خفاقة إلى أبد الدهر. انضموا إلى صفوف قواتنا المسلحة كرصيد جديد يضاف إلى قدرات مصر القتالية في الذود عن ثراها المقدس وتوفير المناخ الآمن لتحقيق الرخاء والتنمية. هم الجيل الصاعد الواعد من خريج الكليات والمعاهد العسكرية، شعارهم الواجب، الشرف، الوطن. جيش مصر مصنع الرجال وعرين الأبطال في كل العصور. القوات البحرية وحوش السواحل والمياه الإقليمية، الإرادة المصرية حين تتجلى في أروع صورها. إنهم رجال الشرف والعلم والفداء. القوات الجوية نسور السماء الحامية لأمن مصر القومي على كافة المحاور الاستراتيجية، نسور تعرف كيف تنقض على أهدافها وتواصل صعودها إلى العلا في سبيل المجد. قوات الدفاع الجوي حماة السماء القادرين على حماية المجال الجوي المصري ضد أي اختراق خارجي، مهما على شأنه أو تعاظمت قدراته أو تنوعت طائراته. حرس الحدود، المجد لمن يذود عن أرض مصر ويحفظ لها أمنها ضد أي اعتداء خارجي. أسود القوات المسلحة المصرية، المشاة، سادة المعارك، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، بذلوا العرق والدم من أجل إعلاء كلمة مصر. المدرعات، قوة النيران للأسلحة الأرضية، خفة في الحركة وقوة في الصدمة، دقة ومهارة عالية في إصابة الأهداف. شعارهم النصر أو الشهادة. المدفعية، ملحمة مصرية خالدة، حكمة عسكرية متوارثة عبر الأجيال، طراز فريد من الانضباط والدقة. الاستطلاع، عيون لا تنام وعقول تجمع وتحلل المعلومات، رادارات بشرية تتنبأ بالخطر وتجيد قراءة المستقبل لتحمي أمن مصر وشعبها. الصاعقة، رجال المهام المستحيلة، رأس الحربة الضاربة في قلب العدو. إنهم رجال التضحية والفداء والمجد. المظلات، رعد مصر الساقط من أعالي السماء، رعد يزلزل الأرض تحت أقدام العدو. المهندسون العسكريون، يد تبني وأخرى تحمل السلاح، رجال فوق العادة يعرفون كيف ينفذون أهدافهم وكيف يسبقون الزمن. هيئة الإمداد والتموين، نهر العطاء المتدفق بلا انقطاع، منظومة متكاملة ورجال يواصلون العمل ليل نهار. الإشارة، لغة خاصة للتواصل ورموز تربط جميع عناصر القوات المسلحة، إنها عصب المعركة. الحرب الكيميائية، مجموعة من المعادلات الخطرة والحسابات الدقيقة لصنع مستقبل الأمم ومجابهة أشد الأسلحة فتكا. الحرب الإلكترونية، حرب غير مرئية لا يتوقعها العدو، رصد مستمر عبر الأثير، إجراءات إلكترونية معقدة وسيطرة تامة برا وبحرا وجوا. تتعدد الوحدات وتتنوع معها القدرات لقواتنا المسلحة المصرية على كافة المحاور الاستراتيجية، ويبقى جند مصر هم خير أجناد الأرض.